باقي التفاصيل مو مشكلة. أنا نازل ماما، بدك شي؟ سلامتك حبيبي. الله يسلمك. وبعدين صار اسهل لي اعلق هويتي برقبتي. يعطيكم العافيه. هويتك لو سمحت. اكرم عينك. امتحان الطبون. اكرم عينك. فتح. زين ما فتش قدامك شري. لا ما في مشكله، الطبون فاضي يعني. هيك الاوامر زين. ايه اذا هيك الاوامر تكرم عينك. هذا سلوان. ايه سلوان وينك بابا؟ بدك ابنك يرجع لك تدفع 5 مليون، واذا بتخبر حدا بتترحم عليه. الو الو الو. شوفي بابا خاطفين سلوان. بابا الله يخليك ارجع اتصل فيك. ماشي. سكر. ما بدك تبلغ الشرطة؟ ما راح بلغ حدا. كيف ما راح تبلغ؟ خلاص ما حدا يدخل، انا اللي بشوفه مناسب بسويه. هو ألو جهزت المصاري؟ يا أخ الوقت متأخر بالليل، ممكن بكرة الصبح وبتحدد الساعة؟ اسمعني أخذ وعطي، اسمعني منيح، إذا حابب تستلم القضاء تعمل لي براسك، نحن بنعرف كل شيء عنك يا أحمد، وبنعرف شو أملاكك وحساباتك. رامز لا تتغابى. يعني وليش دائما بتحملني لي المسؤوليه؟ كاني انا السبب وكانه انا لي علاقه. شو كان لازم ساوي؟ بطلع على بيت وبقول لهم يا جماعه معلش لو سمحتوا بتسمحوا لنا انه نحن نسا. خلاص. الو ايه زوسان هدي ما شو شو سكري سكري يلا نزيل. جلال شو بدك شو في؟ نزيل. شو نزيل؟ خلص نزيل بأي محل. شو نزيل بأي محل؟ شو بدك؟ نزيل نزيل. والله العظيم مجنون. بشرفي إنك مجنون يا جلال. لك روح! الحمى، الحمى. الحمى Thank you.
وينه سلوان؟ راح يطلعوه بعد شوي. شوي؟ امتى يعني؟ ما بعرف. كان لازم تخبر الشرطة. أنا الشرطة؟ شو بدي أقول للشرطة؟ دفعنا المصاري وبدي أتصرفوا؟ أنا عملت مثل ما بتعمل أي عيلة بيخطف ابنها. ما في قدامنا غير ننتظر. شو ماما؟ ليش ما ضليت نايم مرتاح؟ عود حبيبي عود. كيف صرت بابا؟ الحمد لله أحسن، بس في شوية وجع برقبتي وبصدري. يا جماعة من هلا ورايح بالليل ما بدي حدا يتأخرها. والله يكسر إيديهم، العمى بعيونهم، خطفوك وبدهم فدية، ليش لحتى يضربوك؟ شو عملت لهم؟ اسمعوني منيح. اللي صار ما بدنا حدا يدرى فيه. أنا أكره ما علي يصير حكاية بلسان الناس. طيب وإذا الناس سألوني عن سيارتي وينها؟ اليوم بابا احتاج مصاري وباعها، المهم ما حدا يدرى. هلا وضع البيت مانو متحمل لا زيارات ولا استفسارات. طيب واللي صاير بوشه؟ خناقه علقه مع زعران ووصلت للضرب. سلوان اللي صار ما بدي ياثر عليك، بدي اياك تنساه، حطه ورا ظهرك. شغله وصارت، لا انت اول واحد ولا انت اخر واحد. البلد هيك صارت ظروفها، بدنا نتحمل. شو؟ ولا يهمك بابا. هاي ثقتي فيك. الو مرحبا. اهلين وائل. شو خير ان شاء الله؟ ليش ما داومتي اليوم؟ والله صارت شغلة بعدين بحكي لك اياها. بس ان شاء الله تكون خير. ليش عدنا شفنا الخير بهالايام؟ خير ان شاء الله، والله شغلتي بالي. لا لا تشغل بالك، خلص بعدين بحكي لك. المهم في لك عندي خبر. قولي تفضلي. البابا ناطرك بهاليومين على فنجان قهوة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.